قبل الحجة كانت مقابلة قوية مثل الطرفين. المنتخب المغربي جاب بلاء الحسن وانتصر بكل إغناء، وكان بإمكانه انتصر أكثر من إصابة واحدة لصفر، وأعطى درس تكتيكي للمنتخب الإيفوري. والمنتخب المغربي هذه المباراة، هذه اللي كانت بالنسبة له محق حقيقي بالنسبة لإشارة اطمئنان للمحبين تاعو، فهو الآن منافس حقيقي باش يمكن له ينافس على اللقب. نتمنى نوصلوا للفينال اخويا بحال اللي وصلت لهم تاعك الزكي. ان شاء الله يكون خير، لان الان المنتخب المغربي امام كوت ديفوار فهو بين على امكانيات عاليه وبشريه باش يكون يفوز باللقب. شكرا اخو قنيطره 36، نشكرك الحارس ايمن الزكي واللي خلى تاريخ البلاد، نشكرك. شكرا اخويا.